طبعا في عندنا برضو حاجات مهمة برضو لها علاقة بالكونسيستنسي، يعني ما ينفعش ان انا الجهاز بتاعي استعمل فيه سيمبلز ما هياش متعارف عليها، لازم ابقى كونسيستنت في يعني في الرينج اوف يعني اكويبمنت كلها اللي هي من ديفايس معينة، لازم يبقى كل حاجة كونسيستنت مع بعض، سواء كانت الوردنج او السيمبولوجي او الكودينج او كل الاذر اسبيكتس اوف ليبلنج اللي احنا بنتعامل فيها مع السيستم. يعني مثلا احنا كلنا لما كنا بنتكلم على الجزء بتاع الباور باتن، كلنا اي حد فينا يشوف الباتن ده احنا عارفين على طول ان هو الباور باتن، ما عندناش اي شك في كده، شفناها 1000 مره فخلاص بقينا عارفين كلنا الكلام ده، مش محتاجين ان احنا نغير في ده. لو احنا جينا في جهاز مثلا لقينا الباور باتن ده مرسوم عليه رمز غير ده، اكيد هيبقى فيري كونفيوزنج بالنسبه لنا، فلازم يبقى كونسيستنت. معناها ان انا دلوقتي لما اجي اصمم جهاز وعايز احط ليبل على الباور باتن بتاعي، لازم احطه بالشكل اللي انا شايفه هنا دوت، ما اعملش حاجه مختلفه. لو بتكلم مثلا على بعض السيمبلز احنا بنشوفها في الكمبيوترز مثلا، احنا اكيد كلنا السيمبل ده بالنسبه لنا على طول بيعني مونيتور، السيمبل ده بيعني برينتر، السيمبل ده بيعني يو اس بي كونكتور، ففي عندنا بعض الحاجات كده زي ما احنا يعني اتعودنا عليها في الكمبيوتر، بقت خلاص بقت بالنسبه لنا حاجات يعني متعارف عليها، مفيش اي حد بيختلف فيها. فمعنى كده لو احنا زي ما بقول حد جه يغير الليبلز دي، حط ليبلز تانية لنفس الحاجات دي، سواء كانت الليبلز دي شكلها حتى يعني اجمل من دي شوية، ما هياش بنفس الشكل البسيط ده، ممكن يبقى شكل معقد اكتر شوية وشكل اجمل شوية وفيه الوان وحاجات زي كده، مش هتبقى مقبولة. لازم نستعمل الليبل اللي احنا اتفقنا عليه، او الاندستري نفسها اللي هي في اريا معينة اتفقت عليه، عشان نبقى كونسيستنت مع ايه، مع البريفيوس جينيريشنز، عشان اليوزر ما يبقاش كونفيوزد بالليبلنج بتاعنا. طبعا الليبل كونتنت نفسه لازم يبقى كلير، لازم يبقى كونسيستنت، ولازم يبقى يعني بريف، يعني ما يبقاش فيه يعني يبقى مختصر، ما يبقاش فيه اي يعني اطاله، بحيث ان اليوزر وهو في مرحله ان هو ستريسد مثلا في كريتيكال سيتويشن يقدر يقراه بسرعه ويقدر ياخد المعلومه منه بشكل سريع.